بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الرجل أساء الأدب في حق الله سبحانه وتعالى، حيث قال: نستشفع بالله عليك، وجعل الله شفيعاً عند نبيه، شفيعاً عند المخلوق. وهذا تنقص لله، لأن الشفيع أقل درجة من المشفوع عنده، فكأنه جعل الله أقل درجة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا تغيظ الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذه الكلمة، ونزه الله عنها، فما زال يسبح أن ينزه الله سبحانه وتعالى، حتى عرف الصحابة أن الرجل قد أساء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تأثر، تغيرت وجوههم، لأنهم لا يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكدر من شيء، لمحبتهم له وتعظيمهم له. فهذا فيه أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وعرفنا وجه ذلك. وفيه إنكار المنكر، تعليم الجاهل إذا وقع في شيء يحتاج إلى تعليم وتنبيه. نعم. وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته. فإنه لو كان السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق، ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب. والله تعالى، فهذا الرجل جاء بكلمتين، إحداهما حق أقره الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وهي قوله: نستشفع بك على الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله. والكلمة الثانية باطلة، وهي الاستشفاع بالله عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله لا يستشفع به عند أحد من خلقه، وهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب. والله تعالى
لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. نعم، الله لا يسأل في أن يتوسط عند أحد من خلقه في قضاء حاجة المخلوق، وإنما العكس هو الصحيح، أنه يستشفع بالمخلوق عند الله جل وعلا في قضاء حاجة العبد، لأن هذا فيه افتقار إلى الله، لأن هذا فيه افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه دعاء لله، وفيه نفع للمخلوق، فهذا حق، ولكن العكس باطل وتنقص لله جل وعلا، وهو الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه. نعم. والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه، وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه. والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه، وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله. الله جل وعلا لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حاجة أحد من خلقه، لأن السائل أقل من المسؤول، فإذا قال طلب من الله أن يشفع عند عبد من عباده فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل، وكذلك شفيعي إليك الله لا رب غيره، هذا من جنس قول السائل للرسول نستشفع بالله عليك، فهو جعل الله شفيعا إلى المخلوق، وليس إلى رد الشفيع سبيل، أي أن المشفوع عنده يقضي حاجة المشفوع فيه ولا يرده. نعم. وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل، وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال. اتحادية أهل وحدة الوجود، لأن عندهم الكون كله سواء، ما في فرق، ليس هناك خالق ومخلوق، فيسوون الله بخلقه ويجعلونه فردا من الكون والخلق، تعالى الله عما يقولون، ولا يعظمون الله جل وعلا ويقدرونه حق قدره، بل يجعلونه كسائر الكائنات، كسائر الكائنات، هو فرد من أفرادها مساويا لها، هذا معنى الاتحاد، أنه لا فرق بين الله وبين الخلق، الكون كله هو الله، تعالى الله عما يقولون، كما سبق هذا في كتاب الفرقان. نعم. بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين. الله سبحانه وتعالى هو المسؤول وحده، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فجميع من في السماوات والأرض كلهم يسألون الله ويفتقرون إلى الله، وأما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه لا يحتاج إليهم. نعم. بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض،
ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى. نعم، فالله هو المسؤول وحده، المخلوق إنما هو سبب من الأسباب فقط، لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد، أن تعتقد أن الله جل وعلا هو المتصرف وحده، وهو المسؤول الذي يملك حوائج عباده، وأما المخلوق فإنما هو سبب قد يقدره الله على الشيء وقد لا يقدره الله عليه، فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب أن يفهم وأن يتوجه إلى الله جل وعلا ولا يتوجه إلى غيره، لا يتوجه إلى المخلوقين فيما لا يقدرون عليه ولا يملكونه، إنما يتوجه إلى الله سبحانه له لا شريك له. نعم. وكل من وجبت طاعته من المخلوق، كل من وجبت طاعته من المخلوق فإنه لا يطاع لذاته، لا يطاع لذاته، ما يطاع لأحد لذاته إلا الله جل وعلا. ما المخلوق فإنه لا يطاع إلا إذا أطاع الله. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الرسول هو رسول، فطاعة الرسول طاعة للمرسل وهو الله سبحانه وتعالى. وكل من أمر بطاعة الله وجبت طاعته امتثالا لطاعة الله، من أمر بطاعة الله وجبت طاعته امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن أمر بمعصية الله فلا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا، وهذه الطاعة منكرة. طاعة المخلوق استقلالا هذا منكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة للمعروف. فطاعة غير الله في معصية الله منكر، الطاعة المطلقة إنما هي لله ولرسوله، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك سائر الناس، من أمر بطاعة الله يطاع، ومن أمر بمعصية الله لا يطاع. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كرر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول يطاع استقلالا لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، أما أولي الأمر فلم يذكر فيهم وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، فطاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله، فلا يطاعون مطلقا وإنما يطاعون فيما يوافق طاعة الله ورسوله. ولهذا لم يكرر الفعل معهم، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، فطاعة أولي الأمر تابعة طاعة الله ورسوله، فإن أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، وإن أمروا بغير طاعة الله طاعة رسوله فإنهم لا يطاعون. نعم. وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى. نعم. فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله. إن الذين يبايعونك
إنما يبايعون الله، مثل قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، فبيعة الرسول والعهد مع الرسول عهد مع الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول إنما يبايع على طاعة الله، فالمعاهدة معه معاهدة مع الله جل وعلا، المبايعة معه مبايعة مع الله سبحانه وتعالى، مثل طاعته طاعة لله. نعم. فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول، من رسول جميع الرسل لا يستثنى منهم أحد، إلا ليطاع. ما أرسلنا من رسول إلا ما أرسلنا من رسول لشيء إلا ليطاع بإذن الله، أي بشرعه وأمره سبحانه وتعالى. الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، فلا تردد في طاعتهم إذا أمروا أو نهوا. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا في حق الأنبياء، فلا تردد في طاعتهم. أما غيرهم فإن أمروا بطاعة الله ورسوله وجبت طاعتهم، وإن خالفوا أمر الله ورسوله فلا تجوز طاعتهم، لأنهم ليسوا معصومين، يخطئون أو يكون لهم هوى أو غير ذلك من الأغراض. نعم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإيمان. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تردد في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أمرهم واجب الطاعة لا تردد فيه. أو يقال نفكر فيه هل هو صلاح أو غير صلاح، لا يقال هذا، فأمر الله ورسوله صلاح على كل حال، لا إشكال فيه ولا تردد فيه ولا يحتاج إلى مشاورة. نعم. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. وأولي الأمر منكم، ما المراد بأولي الأمر؟ المراد بهم الأمراء والعلماء، كلهم أولو الأمر. فالعلماء من أولي الأمر، لأنهم يعلمون أو يفقهون ما يشرع وما لا يشرع، وما يجوز وما لا يجوز، يعرفون أحكام الله وأحكام رسوله، فهم أولو الأمر في العلم، أولو الأمر في العلم. وكذلك أولو الأمر الأمراء، لأنهم أولو الأمر في السياسة، أولو الأمر في هؤلاء أولو الأمر في العلم، هؤلاء أولو الأمر في السياسة والتنفيذ، السياسة والتنفيذ. فتجب طاعة الصنفين، طاعة العلماء وطاعة الأمراء، وهذا يشمله قوله: وأولي الأمر منكم، أي من علمائكم وأمرائكم. نعم. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. نعم، لأنهم ليسوا معصومين، يمكن يخطئون، جائز عليهم الخطأ
الرسول لا يجوز عليه الخطأ فيما يبلغ عن الله، يمكن لا يكون لهم هوى أو رغبة، الرسول ليس كذلك، ليس له هوى ولا رغبة لنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا الفرق بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء. الرسول يطاع مطلقا، وأولو الأمر من العلماء والأمراء يطاعون فيما أطاعوا الله ورسوله فيه، ولا يطاعون فيما خالفوا فيه، حتى ولو كان ذلك عن اجتهاد منهم أو عن تعمد، ما دام خالفوا أمر الله ورسوله فإنهم لا يطاعون في ذلك ولو كانوا مجتهدين ومخطئين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة في منشطه ومكرهه، فيما يرغب وفيما لا، يعني فيما يوافق هواه وفيما لا يوافق هواه، وفي عسره ويسره، ما هم من اللي يطيعون إذا كان لهم طمع يطيعون، فإن أعطوا منها رضوا، منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. المؤمن يطيع في طاعة الله ورسوله ولو لم توافق هواه ورغبته، لما في ذلك من المصلحة له عاجلا وآجلا. أما الذي لا يطيع إلا فيما يوافق هواه رغبته وطمعه هذا منافق. نعم. ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لكن ليس معنى هذا أنه تخلع يد الطاعة من ولي الأمر إذا صدر منه خطأ ومعصية، لكن لا يطاع في هذه المعصية وفي هذا الأمر، أما بقية الأمور التي ليس فيها مخالفة فإنه يطاع فيها ولا تنخلع بيعته أو طاعته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه عامة، لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق، فمن عدا الرسل فإنهم ليسوا معصومين، يحصل منهم معاصي، فلا طاعة لهم في المعاصي. أما الرسل فلا يتصور في حقهم المعصية في الأمر، لأنهم مبلغون عن الله ومعصومون. نعم. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث الصحيح: أما الشفاعة فهي فضل، ما هي يعني الشفاعة ليست أمرا شرعيا، إنما هي وساطة وفضل من الشافع بجاهه. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الشافع يتقدم بالشفاعة التي ليس فيها معصية أو إخلال بالشرع، يتقدم فيها من بذل المعروف ومساعدة المشفوع له، وهذا من التعاون على البر والتقوى. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. إذا كانت الشفاعة حسنة فإنه يؤجر الشافع وإن لم يستجب له، لأنه بذل ما يستطيع، بذل ما يستطيع فيؤجر على ذلك. أما الشفاعة في الحدود والشفاعة في معصية الله هذه لا تجوز، ولا يجوز للمشفوع عندها أن يقبل. لعن الله الشافع والمشفع في الحدود حقوق الله أو حتى حقوق المخلوقين، إذا لم يسمحوا بها ما يجوز أن يشفع عند الحاكم ليسقطها، لا تجوز.
الشفاعة في الحكم الشرعي لا تجوز الشفاعة. نعم، إنما تشفع عند صاحب الحق إنه يتنازل عن حقه، هذا لا بأس، هذه شفاعة حسنة. أما أنك تشفع عند القاضي لا يحكم لفلان بحقه، هذه شفاعة باطلة لا تجوز. نعم. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان سائل من السؤال، يعني الشافع يسأل المشفوع عنده، يسأل المشفوع عنده، والسائل لا تجب طاعته. نعم، بل المشفوع عنده إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، ما هي ملزمة. ولذلك سيأتي الدليل على ذلك أن بريرة رضي الله عنها كانت مملوكة، هي وزوجها مملوكون، فأعتقت بريرة، كاتبت يعني اشترت نفسها بمال، فأدي المال فعتقت، وزوجها بقي رقيقا، وإذا انتفت المكافأة بينهما، هذه حرة وهذا رقيق، وإذا انتفت المكافأة يكون هناك خيار بين أن تبقى معه أو تفارقه، هذا حق لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زوجها قد تأثر لفراقها رحمه، وأراد أن يشفع عند بريرة أن تبقى معه، عرض عليها أن تبقى معه رحمة به، فبريرة قالت هل هذا أمر ولا شفاعة؟ قال لا شفاعة. قالت إذن لا أريده. ولم يلزمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يلزمها، لأن هذا ما هو بأمر، إنما هو شفاعة وساطة فقط، فدل على أن الشافع لا تجب طاعته وقبول شفاعته. نعم. وأما الشافع فسائر لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث الصحيح وإن كان عظيما، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما شفع لبريرة ما قبلت شفاعته لأنه لا يلزمها ذلك. نعم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما أعتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه، فقالت أتأمرني؟ فقال لا، إنما أنا شافع. وإنما قالت أتأمرني وقال إنما أنا شافع لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته، فإنه لا يجب قبول شفاعته، ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى ألا يجب قبولها. نعم. والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق، بل هو سبحانه. هذا رجوع إلى الحديث نستشفع بالله عليك. نعم. والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق، بل هو سبحانه أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال الله تعالى سبحانه وتعالى لعظمته لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده؟ أي لا أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ حتى الرسل والملائكة لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتقدم للشفاعة الخلق في الموقف لا يشفع إلا بعد أن يؤذن له، يأتي ويخر ساجدا بين يدي ربه ويدعو ويتضرع حتى يقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم بعد أن يأذن الله له، وهو أفضل الخلق على الإطلاق.
ومع هذا لم يشفع إلا بعد الإذن، وهذا كما في قوله تعالى من ذا الذي، أي لا أحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك لعظمته سبحانه. أما المخلوق فإنه يشفع عنده ولو لم يأذن، بل قد يكره أن أحد يشفع عنده، لكن يشفعون عنده ولو لم يأذن، ولو كان يكره. فهذا الفرق بين الخالق والمخلوق. نعم. بل هو سبحانه أعلى شاناً من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقالوا أي المشركون، المشركون وعبدة الأوثان، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني الملائكة، يقولون الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، والبنت تسمى ولدا لأن لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى، الملائكة بنات الله، قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، نزه نفسه عن قولهم وعن اتخاذ الولد، لأن الولد يشبه الوالد، والله لا يشبهه أحد، والولد جزء من الوالد، والله ليس له جزء من خلقه، ليس له جزء من خلقه، تعالى الله عن ذلك. وجعلوا له جزءا، يعني ولدا، لأن الولد جزء من الوالد، والله منزه عن ذلك. فالعباد مكرمون، الملائكة، اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل هم ليسوا ولدا لله، وإنما هم عباد، عباد من عباد الله، لكن الله أكرمهم، والله جل وعلا يتفضل على من شاء من خلقه. فالعباد مكرمون تأدبون مع الله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إذا أمرهم بادروا بالامتثال ولا يقولون لله قل كذا أو يشيرون على الله يفعل كذا، لا، ما يستطيع أحد من الخلق ولا الملائكة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترح على الله، لا تقترح على الله أن يفعل كذا أو تشير أنه يفعل كذا، المخلوق يشار عليه ويناصح، لكن الله جل وعلا ما يقترح عليه شيء، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إذا أمرهم الله بادروا بالتنفيذ، يعلم ما بين أيديهم ولا وما خلفهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، نافذ فيهم أمره ونافذ فيهم علمه سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يشفعون، هذا محل الشاهد، ولا يشفعون أي الملائكة إلا لمن ارتضى الله دينه وهو المؤمن، المؤمن العاصي الذي استحق دخول النار، تشفع فيه الشفعاء من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين، يشفعون له عند الله ألا يعذبه وأن يعفو عنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى ولا يقبل الشفاعة في الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الكافر لا تنفعه الشفاعة ولا أحد يشفع فيه، إنما الشفاعة في المؤمن العاصي. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، خائفون، وجلون من الله سبحانه وتعالى، فكيف يكونون ولدا لله، تعالى الله عن ذلك. نعم. ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يستشفع به إلى الله عز وجل. حديث المتقدم إنا نستشفع بك على الله، هذا دليل، والرسول لم ينكر هذا، فدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وذلك في حال حياته، في حال حياته لا بعد موته، في حال حياته في الدنيا يطلبون منه الدعاء ويدعو لهم، في حال حياته بعد البعث يطلبون منه الشفاعة العظمى فيشفع، هذا في حال الحياة. نعم. ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل، أي يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة. الدنيا كما سمعتم، وفي الآخرة يطلبون منه الشفاعة، يطلب الخلائق منه الشفاعة لفصل القضاء، وتطلب منه الشفاعة في أصحاب الكبائر. نعم. فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم. نعم. وفي أن يدخلوا الجنة، ويطلب منه المؤمنون أن يشفع لهم عند الله بدخول الجنة، لأنهم بعد الحساب لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. نعم. فهم لا يدخلونها إلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي أن يدخلوا الجنة ويشفع في أهل الكبائر من أمته، كذلك يشفع في أهل الكبائر الذين لم يخرجوا من الإيمان بكبائرهم، يشفع لهم عند الله، إما أن لا يعذبهم أصلاً، وإما أن يخرجهم من النار. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عامة، يشفع فيها الملائكة والأنبياء والصالحون. نعم. ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها. نعم. ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها. نعم. ولا نزال خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون من دخل النار لا يخرج منها، وأصحاب الكبائر كفار لا تقبل فيهم الشفاعة، لأنهم يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، فيتفرع على هذا أنهم لا يشفع في أهل الكبائر. نعم. ولا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين الثواب، ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر. نعم. لأن عندهم مذهبهم أن أهل الكبائر كفار، والكافر لا تقبل فيه الشفاعة، وأن من دخل النار لا يخرج منها. نعم. ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر، بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها، لا بشفاعة ولا غيرها، بناء على أنهم يرون أنهم كفار، والكافر لا تقبل فيه شفاعة. نعم. ومذهب الصحابة والتابعين، هذا من آثار مذهبهم الباطل، أنهم أنكروا الشفاعة لأنها تتعارض مع مذهبهم. نعم. ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد. نعم. من دخل النار بمعاصيه وعنده إيمان فإنه لا يخلد في النار، بل يخرج منها ويدخل الجنة، وهذا فيه أدلة كثيرة. إنما يخلد في النار الكافر والمشرك، أما المؤمن إذا دخلها بمعصيته فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها. نعم. وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان.
حتى ولو كان إيمانه ضعيفا فإنه يخرج من النار ولا يخلد فيها. نعم. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص حتى يصير مثل الذرة، مثل الخردلة. نعم. لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته، بمعنى هذا الاستسقاء هو أن يطلب من العبد الصالح أن يدعو الله للمسلمين بالغيث، هذا سائغ جائز، فعلوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، طلبوا منه أن يستسقي لهم، ولما مات طلبوا من عمه العباس أن يدعو لهم بالسقيا، ومعاوية طلب من يزيد بن الأسود الجرشي أن يدعو الله لهم، فيطلب من أهل الصلاح أن يدعو للمسلمين بالغيث ويقدمونهم ويؤمنون على دعائهم، لأن هذا أرجى لقبول الدعاء، هذا شيء لا ينكر، ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهذا إنما يكون في حياة الداعي لا بعد موته. نعم. لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته، في حياة الداعي لا بعد موته، فلا يذهبون إلى القبر ويقولون للميت ادعوا الله أن يسقينا، لأن الصحابة ما ذهبوا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بما يجوز وما يمنع، ما ذهبوا إلى قبره مع أنه أفضل الخلق، وإنما عدلوا إلى عمه العباس، فعدلوا من الفاضل إلى المفضول، عدلوا من الفاضل لأنه ميت، عدلوا عن المفضول عن الفاضل لأنه ميت إلى المفضول لأنه حي وهو العباس، ففي فرق بين الحي والميت. نعم. لأن الحي يقدر على الدعاء والسؤال، أما الميت انتهى عمله، انقطع عمله على الدعاء وغيره. نعم. لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته، بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم. هذه هي الشفاعة، الشفاعة الدعاء، دعاء الله للمحتاج هي أن يقضي الله حاجته، هذه الشفاعة، دعاء الله في أن يقضي حاجة عباده ويزيل كربتهم، هذا هو الشفاعة. ولذلك الذين يصلون على الجنازة يشفعون للميت لأنهم يدعون له بالرحمة والمغفرة، فصلاتهم عليه شفاعة، شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. ما من مسلم يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، هذا فضل عظيم. نعم. بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته والشفاعة دعاء. فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته، مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء، أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم. السؤال بالمخلوق لا يجوز، لأنه سبق لنا أن هذا إقسام على الله، والإقسام بالمخلوق لا يجوز بين الخلق، الناس بعضهم مع بعض لا يحلف عليهم بالمخلوق، فكيف يحلف بالمخلوق على الخالق سبحانه وتعالى؟ إنما يسأل الخالق بدعاء المخلوق، الدعاء والتضرع، هذا الذي يشرع. أما ذاته لو كان السؤال بذاته صلى الله عليه وسلم جائزا لسأل الصحابة بذاته بعد موته، لأنه لا فرق إذا كان المراد بالذات توسل بالذات، لا فرق بين كونه حيا وكونه ميتا، إنما هذا يدل على أن التوسل بدعائه، والميت لا يطلب منه دعاء. نعم. فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته،
مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء، أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم، فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين. نعم، لأنه لا دليل عليه، وهو إقسام بالمخلوق، والحلف بالمخلوق لا يجوز، حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا يجوز السؤال بذات المخلوق، إنما السؤال بدعائه هذا لا بأس به في حياته وفي حضوره أيضا، قد يكون حي لكنه ما هو حاضر ولا يسمع طلبنا منه، لا يجوز. فالغائب مثل الميت، لا يجوز أنه يطلب ويستنجد به وهو غائب. نعم. فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حياً كالعباس وكيزيد ابن الأسود. نعم. ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا غير قبره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس ويزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم. نعم، فعدولهم عن الرسول إلى العباس أو إلى الأسود ابن يزيد دليل على الفرق بين الحي والميت، فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحي فيطلب منه لأنه يستطيع أن يدعو الله وأن يسأل الله، وهم يؤمنون على دعائه. الصحابة أفقه الأمة وأعلم الأمة، لا سيما إذا كانوا ولاة الأمور مثل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان، عملوا هذا العمل، هذا دليل على أن الميت لا يطلب منه شيء، إنما يطلب من الحي الدعاء والسؤال، لأنه مظنة الإجابة، إذا كان له فضل وله صلاح فهو مظنة الإجابة. نعم. وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. نتوسل يعني بدعاء، لو كان المقصود نتوسل بذات النبي ما كان هناك فرق بين حياته وموته، لكن الفرق إنما يكون في الدعاء، فالحي يستطيع أن يدعو، أما الميت فلا يستطيع أن يدعو. نعم. قد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. نعم، جعلوا الحي بدلاً من الميت، وإن كان الميت أفضل من الحي، لأنه الحي يقدر على الدعاء والسؤال، أما الميت فلا يقدر على شيء من ذلك. ولو كان المقصود التوسل بذات النبي لم يكن هناك فرق بين حياته وموته، نعم، لأن ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود الدعاء. نعم. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به. لو كان السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم جائزا لما عدل عنه أفضل الأمة وهم الصحابة، مع أنه ليس بينهم وبينه إلا أمتار، ما بينهم وبين قبر الرسول إلا أمتار، يصلون في المصلى والمصلى قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عند مسجد الغمامة، مسجد الغمامة تشوفونه قريب من المسجد، ما بينهم إلا مسافة يسيرة. فلو كان التوسل بذات الرسول جائزاً لجاءوا إلى قبره أو سألوا الله به، لكن هذا لا يجوز لأنه إقسام وحلف على الله جل وعلا، والحلف بالمخلوق لا يجوز بين الناس، فكيف يجوز الحلف بالمخلوق على الله جل وعلا؟ نعم. وكذلك الجاه، لا يسألون بجاه الرسول، وهذا كثير ما يأتي على ألسنة الجهال والمخرفين، يقول بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة، والحديث الذي يروى فيه كذب، وسيأتي بيان هذا. نعم.
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله، وموسى عليه السلام كان عند الله وجيها، وعيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة، لهم جاه عليهم الصلاة والسلام، لكن ما يسأل بجاههم. هذا الشيء لم يشرعه الله ولا رسوله ولا ورد لا في الكتاب ولا في السنة أنهم سألوا بجاه الرسول. نعم. وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك، ويقول في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به، فيقولون نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. نعم. وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث كذب، ليس فيه شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث. نعم. ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله. المخرفون لا يعوزهم الكذب لتأييد مذهبهم، فكذبوا هذا الحديث واخترعوه ليؤيدوا به مذهبهم، وهو والله الحمد باطل، ليس في شيء من دواوين السنة المعروفة، وإنما هو في كتب المخرفين وليس له سند، فلذلك فضحهم الله سبحانه وتعالى. نعم. مع أن جاهه عند الله أعظم من نحن جاهه. لا ننكر أن الرسول له جاه، فموسى له جاه كما في القرآن، وعيسى له جاه، لكن لا يشرع لنا أن نسأل بجاه الرسول أو غيره من الخلق، هذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. نعم. مع أن جاهه عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. وقد أخبر سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فأثبت لهم الجاه، أثبت لهم الجاه، ولكن السؤال به هذا لا يجوز إلا بدليل، ولا دليل على ذلك. نعم. فإذا كان الصحابة ما سألوا بجاه الرسول، مع أن جاه الرسول باقي حيا وميتا، الرسول لما مات لم ينقطع جاهه عند الله، ولا موسى انقطع جاهه عند الله، ولا عيسى، الجاه باقي، ومع هذا لم يسألوا بجاهه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل، فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء، الذي فضله الله بهذه الأشياء، كيف لا يكون له جاه عند الله سبحانه وتعالى؟ ومع هذا ما سأل الصحابة بجاه الرسول، مع أن جاهه باق حيا وميتا، أدل على أن المقصود الدعاء، والدعاء انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. الله خصه بالكوثر: إن أعطيناك الكوثر، وهو نهر عظيم في الجنة. وخصه أيضا بالحوض المورود الذي ترد عليه أمته ويسقيهم ألا يظمعون بعد ذلك، ويذاد عنه المبتدعة والمرتدون المنافقون، يذادون ويمنعون من ورود الحوض، أسأل الله العافية، ولا يرده إلا أهل التوحيد والإيمان الذين لم يبدلوا ولم يغيروا. نعم. فهذه من كراماته وجاهه عند الله سبحانه، أن الله أعطاه هذه الأشياء العظيمة. نعم. وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر، وهو صاحب الشفاعة، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. ويتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء آدم ومن دونه تحت لوائه، وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل، وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما سأل الصحابة بجاهه، دل على أنه لا يسأل بالجاه. نعم. ولكن جاه المخلوق عند الله تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق. نعم. فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. الجاه والتوجيه والتوجه عند الله ليس كما هو عند الخلق. عند الخلق يشفع صاحب الجاه ولو لم يأذنوا، وأما عند الله فلا يشفع أحد وإن كان له جاه، كان من الملائكة أو من الأنبياء أو الرسل أو من الصالحين، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. نعم، يأذن الله له بالشفاعة. نعم. ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم. إن كل من في السماوات ومن في الأرض من المخلوقات، من الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون والمؤمنون والكفار والشياطين والجن والإنس، كلهم يأتون يوم القيامة إلى الله عبيدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ليس فيهم أحد يشارك الله جل وعلا، وإن كان من الملائكة أو من الرسل أو من الأولياء والصالحين لا يشارك الله أحد، بل هو الرب وهم عبيده، والعبودية على قسمين: عبودية عامة كما في هذه الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم عباده، المطيع والعاصي والمؤمن والكافر والمنافق كلهم عبيده، والعبودية الخاصة بالمؤمنين، وأفضل العباد الأنبياء والمرسلون، فهذه عبودية خاصة. نعم. واذكر عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، بل عباد مكرمون، فكلهم عبيده، هذه عبودية خاصة معناها التوفيق والهداية والإكرام لهم، عبودية خاصة. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أحصاهم سبحانه وتعالى وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا يتخلف منهم أحد ولا يختفي منهم أحد ولا يضيع منهم أحد. أحصاهم، سبحانه، ما يضيعون عليه أو ينسى أحدا منهم أو يختفي عن الله جل وعلا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا واحدا واحدا، حاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها. نعم. وقال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لما قالت النصارى المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة وادعوا له الألوهية ومشاركة الله وأنه ابن الله، الله جل وعلا قال إن المسيح لا يقبل هذا، لن يستنكف، يعني لن يستكبر ولا يمتنع أن يكون عبدا لله. وهو قال لما وضعته أمه وهو في المهد، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إني عبد الله، فهو عبد الله ورسوله، ليس هو ابنا لله كما يقولون، ولا يستكبر عن ذلك ويقول أنا ابن الله أو شريك الله كما تقوله النصارى فيه، قبحهم الله. نعم.
ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من يستنكف يستكبر عن عبادة الله من الملائكة وحاشاهم أو من غيرهم أو من فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يفعلوا ما شاءوا، فإن هذا مردهم جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، كلهم عباده وكل يجازى بعمله لا بعمل غيره. نعم. والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه. يكفي، نقف عند هذا. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الفرق بين أن يسأل بالله وبين أن يستشفع بالله؟ أن يسأل بالله هذا قسم، تقسم على المسؤول بالله، تقول أنا أسألك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سألكم بالله فأعطوه. فأنت تقسم بالله على المخلوق، هذا لا محذور فيه، إنما المحذور أن تقسم بالمخلوق على الخالق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز بأن أقول جوابا لمن سألني هل عندك واسطة، أقول له واسطتي الله؟ لا، هذا هو نفسه نستشفع بالله عليك، يعني توسط بالله عند الموظف وعند المدير، يعني يصبح هذا نفس الشيء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول الشخص لشخص آخر: عليك وجه الله أن تعطيني كذا أو أن لا تفعل كذا؟ هذا منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الأشياء الحقيرة لا يسأل بوجه الله، لأن هذا امتهان وتنقص لله عز وجل، لكن تسأل الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا في الحديث. نعم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول القائل: اللهم شفع في نبيك أو ملائكتك؟ لا بأس بذلك، يطلب من الله سبحانه، هذا لا بأس به. نعم. اللهم شفع في نبيك وملائكتك وعبادك الصالحين، لا تحرمني من شفاعة نبيك، لا بأس بذلك، هذا دعاء طلب من الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المقصود بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بذات النبي أو بغيره حلف على الله وإقسام على الله، ولا يجوز الحلف على الله بمخلوق لا نبي ولا غيره، يعني كأنكم ما فهمتم إلى الآن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين قولنا نسألك بالله أن تقضي حاجتنا وبين قول البعض نستشفع بالله عليك أن تقضي حاجتنا؟ نسألك بالله هذا حلف، حلف أو استشفاع، هذا حلف بالله، والحلف بالله مشروع، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الاستشفاع بالله هذا لا يجوز، لأن الشافع أقل درجة من المشفوع عنده، هذا فيه تنقص لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من مات في المدينة النبوية يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص فتكون بذلك خاصية لمن مات بالمدينة؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ولا ينفع الإنسان إلا عمله، مات في المدينة أو في المشرق أو في المغرب أو في بر أو في بحر، لا ينفعه إلا عمله، ولكن إذا كان من المؤمنين فإنه تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله في أي مكان مات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو مفهوم التوسل عند الصحابة والتابعين، وما هي شروط التوسل الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معناه أن نعيد الكتاب من جديد من أوله. سبحان الله، هذا خلصنا منه، انتهينا منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة؟ لا،
من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فلا يقبلها، أو كفى قد أتى بابا عظيما من الربا، لأن الشفاعة يقصد بها وجه الله ونفع المحتاج، وهي قربة عند الله فلا يؤخذ عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في هذه ربما أنه في وقتنا الحاضر يتخذ هذا رشوة، يشترك الموظفون والوسائط ويقولون اشفعوا عندنا بأجرة من صاحب الطلب ويقتسمون الشيء، يصير رشوة هذا. نعم. صلى الله عليه. فهو أشد من كونه مجرد أنه يأخذ طمعا على القربة والطاعة، إذا كان هذا عن اتفاق بين الموظفين وبين الوسطاء، يأخذون من صاحب الحاجة أو الطلب يأخذون منه مبلغ، هذه رشوة. نعم. وهؤلاء وسطاء، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. والرائش هو الذي يسعى بين دافع الرشوة وآخذها حتى ولو لم يأخذ شيئا، فهو ملعون، فكيف إذا أخذ شيئا؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في هذه العبارة محذور، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبته بعد مرتبة الربوبية؟ لا، لا يقال هذا، لا يقال. مرتبته فوق مرتبة المخلوقين، فلا يقال أن بعد مرتبة الربوبية، لكن يقال حقه صلى الله عليه وسلم بعد حق الله، هذا نعم لا بس، حق الرسول بعد حق الله، حق الوالدين بعد حق الله، فالحقوق مرتبة. نعم. أما المراتب لا، ما يقال بعد الله الرسول. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد فشل في الدعوة أكثر من مرة، هل يعد ذلك ردة عن دين الإسلام؟ نعم، لا شك في ردة هذا، لأنه تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص دعوته، وكأنه يقول الرسول ما عمل شيء، دعوته فاشلة. نعم، فهذا ردة صريحة، لأنه سب للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص له ولدعوته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نظم بعضهم معنى لا إله إلا الله بقوله: فافهم معنى بأن لا تعبد إلا الإله الحق فاعبد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: نظم بعضهم معنى لا إله إلا الله بقوله: فافهم معنى بأن لا تعبد إلا الإله الحق فاعبد، فهل أدري هذا صحيح؟ أدري والله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت مقالا لأحد الكتاب يمدح فيه الأشاعرة ويرى أنهم هم أهل السنة والجماعة، وذكر أنه المذهب العلمي الدقيق، ونسب ذلك إلى بعض العلماء كالنووي وابن حجر وابن تيمية، وذلك عند مناظرته لصفي الدين الهندي في مجموع فتاواه. يقول الشاعر: وللناس فيما يعشقون مذاهب. هذا يعشق مذهب الأشعرية ويريد أن يمدحهم، يريد أن يمدحهم، وهذا ليس بصحيح. الأشعرية عندهم خطأ وعندهم ضلال في العقيدة، فكيف يمدحون ويقال أنهم أفضل من غيرهم مع ما عندهم من الأخطاء والمخالفات؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت في كتاب الروح لابن القيم بأن الأموات يعرفون من يقوم بزيارتهم وأنهم يستبشرون بذلك، وفي الكتاب أيضا أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الأموات، فهل هذا صحيح؟ هذا يحتاج إلى دليل، إذا ذكر دليل صحيح يدل على هذا فلا بأس، أما بدون دليل فلا يقبل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من أهل العلم من يعرض عن ذكر النصوص الدالة على طاعة ولي الأمر ظناً منهم أن ذلك تملقاً وطلباً للدنيا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تملق ولاة الأمر، هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعمل بها، وهي لمصلحتنا ولجمع الكلمة ولحماية الأمة ولحقن الدماء، فيها مصالح لنا عظيمة، هذا تملق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن معنى ولي الأمر المذكور في الآية
هم العلماء فقط وليس الأمراء، فهل هذا صحيح؟ هذا من عنده، هو هذا تفسير من عنده، ولا ولاة أولي الأمر هم العلماء والأمراء كما سمعتم. الأولي الأمر في ظاهره أنهم الأمراء في ظاهره، لكن أهل العلم أهل أمر في العلم، وهؤلاء أهل أمر في السلطة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إذا أمر الأمراء بمعصية لا يطاعون مطلقا، أم أنهم لا يطاعون في تلك المعصية التي أمروا بها فقط؟ أما ذكرنا هذا قريبا وقلنا معنى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنه لا يطاع في المعصية، ولكن لا تنتقض بيعته، هل تجب طاعته ما دام أنه لم يخرج من الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة تكون في القلب، اعتقاد القلب وما في القلب، وأما المنهج فهو المذهب الذي يسير عليه الإنسان، الذي يسير عليه الإنسان، هذا المنهج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أدعو الله جل وعلا قائلاً: اللهم إني أتقرب إليك بحب نبيك وحب أزواجه الطاهرات وأصحابه الكرام؟ نعم، هذا طيب، هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح، وهو حب النبي وحب أزواجه وصحابته الكرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا عن الأمور المباحة التي ليس فيها طاعة لله ورسوله ولا معصية لهما، إذا أمر بها ولي الأمر هل تجب طاعته فيها؟ نعم، بلا شك، إذا أمر بأمر ليس فيه تحريم، ليس فيه تحريم حلال ولا ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام، إنه يطاع في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وردت أسئلة كثيرة حول واجب طلاب العلم حول ما حصل من الإساءة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ يقول: ما هو واجبنا تجاه ذلك؟ إنكار هذا، واجبكم إنكار هذا والرد على شبهات أعداء الله ورسوله، الرد على شبهاتهم اللي عنده مقدرة، وإنكار هذا بالقول والعمل، لأنه منكر ظاهر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يوجد الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استراق للسمع؟ لأنه في كتاب التفسير للصف الثاني المتوسط في تفسير سورة الجن أنه لا يوجد استراق للسمع بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قل استراق السمع، وحرست السماء بالشهب وقل استراق السمع، بخلاف ما كان في الجاهلية، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فقل استراق السمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقع للابتلاء والامتحان. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسترقون السمع ويأخذون الكلمة الواحدة ويكذبون معها 100 كذبة حتى يصدقهم الناس بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. هذا مستمر لكنه قليل ولله الحمد وباطل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن الإمام أحمد رحمه الله من الصوفية الزهاد؟ حيث إنني منتسب في الجامعة وقد حصلت على مذكرة لأحد الأساتذة ومدون فيها هذا في باب الصوفية. هذا كلام باطل، الإمام أحمد ليس من الصوفية، بل هو من العلماء الربانيين وليس من الصوفية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك فرق بين الاتحادية والتوحيد؟ ها؟ يقول: هل هناك فرق بين الاتحادية والتوحيد؟ التوحيد جاءت به الرسل، وهو حق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا حق، هذا التوحيد. أما الوحدة فمعناها أنه لا خالق ولا مخلوق، الكون كله هو الرب عندهم وهو الله تعالى، الله عما يقول. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
ما حكم صلاة الجنازة على أهل الكبائر خاصة تارك الصلاة وعلى أهل البدع؟ حكم يقول أحسن الله عليكم ما حكم صلاة الجنازة على أهل الكبائر خاصة ما دام أنه مؤمن لم يخرج من الإيمان ولو كان من أصحاب الكبائر يصلى عليه ويدعى له لأنه مؤمن. أما إذا كان قد ارتد عن الإسلام وخرج من الإسلام فلا تجوز الصلاة عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح بأن أصحاب القبور إذا مر عليهم أكثر من 100 عام يجوز هدم قبورهم وبناء البيوت عليها؟ هذا قال به بعض الفقهاء لكن لا دليل عليه، إنما هو قول فقهي لا دليل عليه. والقبور تصان وتحترم ولا تهان ولو طال عليها العهد، لا دليل على هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم مقاطعة منتجات الدول التي أساءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أصدر ولي الأمر المقاطعة يجب علينا طاعته، لأن في هذا إضراراً بالكفار. أما إذا لم يصدر ولي الأمر شيئاً من ذلك فالمقاطعة تكون من أفراد، والأفراد لا يضرون الكفار، ما يضرونهم ولو قاطعوهم، إنما يضرون أنفسهم، يحرمون أنفسهم من المنتجات المباحة والتي يحتاجون إليها ولا يضرون الكفار. إنما إذا صدر من ولي الأمر فهذا هو اللي يضر الكفار. نعم. فهذه من صلاحيات ولي الأمر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت خطيبا يقول إن الحق ليس في جماعة دون جماعة، فهل هذا صحيح؟ عجيب، هذا كلام من باطل. ليس في جماعة دون، يعني كل الجماعات إذن على حق، كل الجماعات على حق، هذا كلام باطل. الحق يكون في جماعة دون جماعة، وهي الجماعة التي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هؤلاء هم الذين فيهم الحق، ومن عداهم فهو على باطل، سواء كان باطلاً كبيراً أو دون ذلك. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.